هذا اللي ثبت الكلمة أساسي على العقوية. تزلق قد ما أعطاني، لأنه سحب. أرجع نفس اليد، ما تمثل بيعمل الله، ما في أي اختلال. تحكم هو التوازن، وحتى اليد اللي ماسكة الكاميرا. طق فل في وضع ذا، وقص برمي الكاميرا، أنا أعطيك اللي بطيء قدام، صار بيجيني تلج قدام، حتى أنا وضعه. لو في ثقب خطأ أصلاً ما تقدر تستمر متوازن عليه بشكل طبيعي كعسيف، وأصلاً هذا بس كهذا هماك، لأنه يخفف بعيد. الدرج اللي مالتون هدف الدرج مفيد لعدة أمور. تمرين الدرج يعني بشكل متعدد، طبعا ما أتكلم عن فعله كتمرين بالمسار، هذا شيء أساسي زي ما كل خير، لكن أثناء خبط الحصان أول مرات أو هذا الحصان أول مرات أو واسع أول مرات، لما تعطيه درج ويعتبر من ضمن أوامر التحريك، أوامر التحريك تبدأ بالتوجيه، ثم تدخل معها الصوت عشان يربط بينهم، ثم تبدأ تستعمل جسمك دكك في رجولك إذا بدأ الحصان يستعمل جسمه. هذا في التحريك، درج يعتبر من ضمن أوامر التحريك. الرد طبعا ما تحتاجه، ما تحتاج إنك تحرك الحصان يمين عشان ترده، لو كان موجود مرة المفروض يرد على طول بما غير اتجاه أصلا. لكن التحريك الطبيعي، لكن الحصان لو وزن وبدأ يتحرك عادي بدك أو صوت أو رجول زي هذا، إذا خب أو هدب، يعني هدب وهدب شوي في لخبطة أو يخب وخب شوي في لخبطة، عطى درج. الدرج يعطيه فرصة يرتب خطوته بدون ما يحقرك. صار الموزون ما يقدر يقاوم عشان يعدل خطوته، يضطر يعدل خطوته بأنه يرجع لليد ويعدل. فعنده خيارين، لما صار موزون وتركيبته مرة مناسبة أو مرة عارف العنان ايش يسوي، يرجع لليد برقبته بدون ما يرجع بجسمه، يضبط نفسه في زي ديناري فرضا. بعض الخيل لا يخفف زي البركان أو زي هذه، يخفف سرعته، يرجع خبب، يعدل نفسه ثم يرجع هل. لما تعطيه درج في المرحلة هذه، مرحلة اللخبطة، وهذا بهو خاب، تعطيه فرصة يسوي الشيء هذا بدون ما يبالغ في إرضائك بالجسم ورقبته. فعطى درج يمين يسار عشان تعطيه فرصة إن العنان شوي لما يكون يسار طال شوي أو صار في فراغ بسيط بينك وبينه حسي، فيمدي يرتب خطوته بدون ما يبالغ بإرضائك بالرقبة أو بدون ما يبالغ بإرضائك عن طريق تخفيف السرعة الزايد.